أمانة تحتاج لرعاية من كل قلوبنا واثنين عنينا، لا نفرط فيها ولا نهمل فيها علشان تبقى الصحة حديد. الصحة حديد برنامج أسبوعي تعده وتقدمه ليلى حمدان. مع بداية العام الدراسي الجديد لا شك أن نمط الغذاء للطفل شيء يهم جميع الأسر المصرية. كيف نهيئ الجو المناسب في الأسرة لأطفالنا استعدادا لاستقبال العام الدراسي، وما هي أهم التوجيهات التي تساعد الأبناء في هذه المرحلة؟ كل هذه الأسئلة سوف نتعرف على إجابتها مع ضيفنا الدكتور حسام عبد الحميد، استشاري طب الأطفال والأمراض الوراثية بكلية الطب جامعة عين شمس. أنا برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا يا فندم. كيف توفر الأم التغذية المناسبة لطفلها مع بداية العام الدراسي؟ هو في الحقيقة في بداية العام الدراسي بتبقى من الأسر بيبقى فيه اهتمامات كتيرة في بداية العام الدراسي، منها بداية الدروس والمدارس وتنظيم الوقت الخاص بالدراسة. من أهم الحاجات اللي المفروض الأسرة تهتم بيها هي اهتمام بتغذية الطفل، لأن ده اللي هينعكس على بقية الأشياء الأخرى أو الأمور الأخرى، منها عملية التحصيل والمذاكرة والمواظبة وجميع الأشياء الأخرى اللي بترتبط بالمرحلة الدراسية بصفة عامة. فالتغذية السليمة من الأشياء المهمة جدا اللي الأسرة لازم تحرص عليها في بداية العام الدراسي. مع بداية العام الدراسي احنا طبعا الصبح بنصحي أولادنا، وبعض الأمهات الحقيقة بيشتكوا ان بيلاقوا صعوبة جدا ان الطفل يتناول، خصوصا مرحلة الحضانة والروضة والأطفال المرحلة الابتدائية بيبقى بعضهم ما بيبقاش عايز الصبح يتناول وجبة الفطور. لا، من الحاجات المهمة جدا لازم ننوه ليها ونشير إليها ان وجبة الافطار دي من اهم الوجبات اللي لازم الاسرة تحرص على ان الطفل يتناولها، سواء في فترة دراسة او في عدم الدراسة، لان فترة وجبة الافطار دي هي تعتبر اللي بتدي الطاقة اللازمة لبداية اليوم، وبالتالي لما الطفل بيتناول وجبة افطار متكاملة ده بينعكس على استيعابه في اثناء وجوده في المدرسة، وبينعكس على تركيزه وأداءه الذهني وأداءه البدني. فوجبة الفطار دي من الحاجات المهمة جدا اللي ما ينفعش ان احنا نتهاون فيها، ولازم نحرص عليها بكل دقة. من اكتر الحاجات اللي يمكن الطفل بيرفضها معظم الاطفال مش كلهم اللبن، سواء الحليب او اللبن الرايب. لا، الحقيقة طبعا يعني في اطفال كتيرة فعلا ممكن ما بتحبش تتناول كوب اللبن اللي هو بالذات فترة الصبح او اللبن الرايب، لكن بالرغم من كده لازم نحاول باي طريقه ان احنا نوصل منتجات الالبان دي للطفل، لان دي بتحتوي على مواد مهمه جدا للطفل، وابرزها طبعا الكالسيوم وفيتامين دي او فيتامين د اللي هو بيساعد على نمو العظام ونمو العضلات، وفي نفس الوقت حاجه زي اللبن الرايب من الحاجات المهمه جدا اللي فيها مواد فيها زي حمض اللاكتيك اسيد، دي من الحاجات المهمه جدا اللي بتقضي على البكتيريا الضاره اللي موجوده في الامعاء. برضو في نسبه كالسيوم عاليه وفيتامين د من الحاجات المهمه لنمو العظام والعضلات والاسنان وغيرها. فلازم وجبه اللبن دي حاجه اساسيه تحاول الاسره انها تنوع في منتجات الالبان اللي تخش الجسم، سواء بقى عن طريق اللبن الحليب او اللبن الرايب، او ان بعض الاضافات اللي ممكن تضاف للبن بحيث الطفل يرضى يتناولها بسهوله. برضو نحب نشير ان اللبن الرايب من الحاجات المهمه جدا اللي هي بتحتوي على يعني بعض المواد المعدنيه زي الكبريت والفوسفورس والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وكل دي من الحاجات اللي هي بتساعد على نمو الخلايا، وهي على المدى البعيد بتقي من الشيخوخة المبكرة والإصابة بأمراض خطيرة زي السرطانات وغيرها. برضو من فوائد اللبن الرايب ان هو بيساعد على تقوية جهاز المناعة، وبالتالي بيبقى فيه مناعة ضد الميكروبات المختلفة، سواء الميكروبات الفيروسية او البكتيرية وغيرها من الميكروبات. فبالتالي وجبة اللبن الحليب او اللبن الرايب من الحاجات المهمة جدا اللي لازم بأي طريقة الأسرة تحاول
توصلها لطفلها في الوجبة الغذائية الخاصة بيه. مع ضيق الوقت في فترة الصباح يعني ازاي الام تقدر تحضر وجبة افطار لاولادها وهم رايحين المدرسة؟ فعلا زي ما حضرتك بتشيري ان الوقت الصبح قبل ذهاب المدرسة ممكن يكون وقت بسيط، فالام لو حرصت على ان الطفل يتناول وجبة افطار عبارة عن كوب من اللبن، قطعة جبن، جبنة بأي صورة من الصور، ممكن عسل النحل، دي من الحاجات المهمة جدا، مع أي ثمرة فاكهة، دي تبقى وجبة إفطار كويسة جدا. ولو قدر الطفل ياكل يعني بعض جزء بسيط ولو من الفول المصري بتاعنا دوت، دي من الحاجات اللي بتساعد على زيادة الانتباه أثناء التحصيل الدراسي بصفة عامة. وبرضو الأم لازم تحرص أثناء الطفل ما هو رايح لمدرسته أن يكون شنطة مدرسته تحتوي على برضو ثمرة فاكهة. بالنسبة للسندوتشات اللي هو ممكن يتناولها أثناء اليوم الدراسي نفسه، يكون فيها يدخل فيها منتجات الألبان زي الجبن مثلا، الحاجات زي الحلاوة مثلا أو المربى، الحاجات اللي بتحتوي على نسبة سكريات، لأن أثناء اليوم الدراسي نتيجة الإجهاد الذهني والعضلي ممكن يحصل نقص كمية السكر الموجودة في الجسم، وبالتالي الطفل محتاج حاجة تدي نسبة سكريات تساعده على إن هو يكمل اليوم الدراسي من الناحية الذهنية والناحية الحركية والعضلية. وطبعا الأم المفروض إنها تتأكد لما الطفل يرجع من المدرسة إن هو كل السندوتشات والحاجات اللي هي اديتها له. طبعا ده جزء أساسي، إن الأم لازم يكون في يعني طبعا العلاقة الأساسية اللي بين الأم وطفلها تساعدها إنها تقدر تعرف منه ان هو تناول الحاجات اللي هي اديتها له، عشان تتاكد ان المواد الغذائيه دي دخلت جسمه واستفاد منها. ان في بعض الاطفال طبعا ممكن ياخد السندوتشات بتاعته والحاجات اللي مامته مديها له ويتخلص منها باي صوره يعني، فلازم يكون في علاقه بين امه وطفلها بالنسبه للناحيه ديت يعني، عشان تتاكد يعني ان هو كان حاجته فعلا. لو الام والاب كانوا حريصين على ان هم يعلموا اولادهم منذ الصغر ان الفطار ده شيء مهم جدا، اهم من اي وجبه تانية في اليوم، بان هم يتناولوا ايضا الفطار قدام اولادهم، فاولادهم بالطبع هياخدوهم كقدوه. دي حقيقه، ودايما انا بركز حتى مع اولادي او بصفه عامه دايما اقول ان لازم الوجبات اللي هي مقرره على مدار اليوم لازم تكون الى حد ما منتظمه، فلازم الاسره بصفه عامه سواء الاب والام والاولاد يحرصوا على ان هم يتناولوا وجبات الافطار والغداء والعشاء، لازم يتم تناولها بصفه منتظمه ويكون في انتظام فيها، بحيث ان ما يبقاش في حاجات بين الوجبات، ما يبقاش في دروب في الحاجات ديت، فبالتالي الطفل لما يلاقي الاسره كلها بتتمع حوالين الوجبات ديت، وجبات الافطار والغداء والعشاء، بيتعود عليها وبيبقى مفيد ليه وللاسره كلها. هناك بعض الاطفال عندهم اقبال شديد على الطعام بقى بعكس الاطفال اللي هم بيبقوا محجمين عن الاكل، يعني هل بيكون له ضرر سلبي على صحتهم وعلى قدرتهم ايضا على التركيز وعلى المذاكره؟ هو فعلا زي ما حضرتك اشرتي ان زي ما سوء التغذيه ليه نواحي سلبيه على التركيز وعلى صحه الطفل، العكس برضو مضر للطفل، فالسمنه الزايده او ان الطفل لما يكون في عنده نهم شديد بالنسبه لتناول الاطعمه وخاصه الاطعمه اللي بتسبب سمنه زايده، ده بيبقى ليه انعكاسات سيئه جدا على حاله الطفل سواء العضويه او الذهنيه. فقلة الأكل أضراره برضو كتر الأكل بعيد عن اللزوم والدخول في مرحلة السمنة بيبقى ليه أضرار على الطفل من جميع النواحي. دكتور حسام، علبة التغذية المدرسية المفروض تحتوي على إيه؟ علبة التغذية المدرسية اللي هي بتسمى دلوقتي الأطفال مسمينها اللانش بوكس يعني، ديت ممكن تكون بتحتوي أولا على زي ما قلنا ثمرة فاكهة، دي من الحاجات المهمة جدا، برضو حاجة زي الجزر أو الخيار مهم جدا للطفل لأنه بيساعد على بيبقى فيه فيتامينات كتيرة، الفيتامينات دي بتقوي المناعة وبيقوي الأسنان وبيقوي النظر وغيره من الفوائد الجامدة لمنتجات الخيار والجزر وغيرها. برضو البيض من الحاجات المهمة جدا للطفل، ممكن من الوجبات اللي ممكن تكون موجودة
في اللانش بوكس بتاع الطفل أثناء وجوده في المدرسة. عبد الحميد استشارة طب الأطفال والأمراض الوراثية بكلية الطب جامعة عين شمس. مع بداية الدراسة وتجمعات الأطفال، كيف نقي أطفالنا من العدوى؟ هو فعلا مع بداية دخول العام الدراسي أو في فترة الدراسة بصفة عامة، طبعا نتيجة تجمع الأطفال في فصولهم أو في أثناء اليوم الدراسي، ده بيبقى مجال لانتشار بعض الأمراض المعدية، من الأمراض الفيروسية الخاصة بالجهاز التنفسي وغيرها. ففي البداية نقدر نقول إن النظافة العامة بالنسبة للأطفال ديت من الحاجات اللي إلى حد كبير بتحسن مناعة الطفل. كل ما الطفل يكون عنده قدر عالي من الاهتمام بنظافته الشخصية، دي بتمكنه ان هو بيبقى مفيش انتقال للعدوى. برضو التواجد في الاماكن جيد تهوية، لازم يبقى المدارس بصفة عامة تبقى حريصة على ان التهوية في الفصول تبقى تهوية جيدة، الاضاءة بتاعت الفصول تبقى اضاءة جيدة، كل الادوات اللي هي بتستخدم في الوسائل التعليمية اللي في المدرسة تكون على قدر عالي من الجودة، اللي هي تساعد الطفل على انه ما يبقاش فيه تأثير على حالته الصحية اثناء وجوده في المدرسة في اليوم الدراسي. ايه الامراض اللي ممكن تنتشر بين الاطفال في هذا التوقيت من السنة وكيفية الوقاية منها؟ طبعا احنا بنبتدي العام الدراسي مع نهاية فصل الصيف وبداية فصل الشتاء. فمع نهاية فصل الصيف بيبقى طبعا امراض الصيف معروفة، اللي هي النزلات المعوية والتهابات البكتيرية. مع دخولنا على فصل الشتاء بقى، وجود التجمعات في الفصول ووجود البرد وقفل النوافذ اللي موجودة في الفصول والتكدس، ده ممكن يساعد على انتقال الأمراض الفيروسية اللي هي خاصة بالجهاز التنفسي زي نزلات البرد المتكررة والتهاب الشعبي والتهاب الحلق وغيرها من الأمراض اللي ممكن تنتشر في أثناء فترة الشتاء. برضو التهابات الفيروسية الخاصة بالجهاز الهضمي ونزلات المعوية الفيروسية، اللي هي برضو من الحاجات اللي بتبقى منتشرة أثناء فترة الشتاء. طبعا للوقاية بقى من الأمراض ديت، فترة الأمراض الصيف معروف إن النظافة العامة دي من أهم الحاجات، و يعني الاهتمام إن الواحد لما يجي يتناول وجبات خارج المنزل نكون حريصين على إن المكان اللي بنشتري منه الحاجة ديت أو بنتناول فيه الوجبات الخارجية يكون على قدر عالي من النظافة والجودة، وتاريخ الصلاحية بتاع المنتج اللي احنا بنشتريه يكون مستوفي، طريقة التخزين تكون مستوفاة. بالنسبة للأمراض الشتوية هنبقى حريصين على ان ما يكونش في تكدس، يكون في تهوية جيدة أثناء إصابة الطفل بأي مرض فيروسي خاص بالجهاز التنفسي أو نزلات البرد، ما يكونش في اختلاط زائد بين الأطفال وبعضهم أثناء الفترة المرضية. كل ده بيقلل الانتشار المرض وبيساعد على الوقاية، مع طبعا تناول الحاجات اللي هي بتحتوي على فيتامين سي زي عصير البرتقال وعصير الليمون والفاكهة بصفة عامة، الحاجات اللي بترفع جهاز المناعة وتساعد على مقاومة الفيروس. حبيبي شايف ساعات النوم اللي المفروض الطفل ينامها بتكون قد ايه؟ وهل جهاز المناعة بيتأثر بقلة عدد ساعات النوم؟ هو فعلا من الحاجات اللي هي مش يعني من العادات اللي هي ما بنقدرش نتغلب عليها للأسف، ان الطفل أثناء فترة الأجازة بيحصل تغيير في نمط ساعات النوم والاستيقاظ بتاعته، فتلاقي الطفل يسهر جامد قوي وينام بالنهار فترات طويلة. وطبعا يعني انتظام النوم والصحيان بالنسبة للطفل من الحاجات اللي ليها تأثير على كل جسم بصفة عامة، يعني لأن في زي ما احنا عارفين بعض الهرمونات بتفرز أثناء فترة الليل والطفل نايم، منها هرمون النمو. فعشان كده الأطفال اللي بيسهروا جامد جدا دول وتبص لها طفل سهران طول الليل وينام بالنهار، دول بيبقى عرضة ان يكون موضوع قصر القامة وغيرها. يعني برضو لازم الطفل يتعود على تنظيم ساعات نومه، ينام على الأقل من 6 ل 8 ساعات، ويكون فترة الليل ينام بدري ويصحى بدري، بحيث يبقى يقدر ان هو يقضي يومه الدراسي ويكون عنده قدرة ذهنية جيدة على استيعاب الدروس اللي هتتقال له اثناء وجوده في المدرسة. فلازم نقطة مهمة جدا تنظيم ساعات النوم، والطفل ما يسهرش ويحصل على قدر وافي من النوم عشان الفترات اللي هيقضيها في المدرسة تكون فيها استيعاب جيد وتحصيل جيد.
سؤالي الأخير لحضرتك يا دكتور، أهمية التواصل ما بين الأسرة وما بين المدرسة. لازم نكون فاهمين ان العلاقة بين الأسرة والمدرسة فيها نوع من التكامل، يعني ما ينفعش ان احنا يعني يكون في نظام الجزر المنعزلة فيها، ان الأسرة في جانب والمدرسة في جانب، ده هيبقى ليه تأثير سلبي، لان في عامل مشترك وهو الطالب او الطفل. فلازم يكون في تواصل ما بين الأسرة وبين المدرسة، ده بيبقى ليه تأثير جيد جدا على المتابعة وعلى الناحية النفسية بالنسبة للطفل، عشان لو في أي حاجة نفسية الطفل بيتعرض لها أثناء وجوده في المدرسة يتم علاجها بسهولة ويتم إصلاحها بسهولة، وده ينعكس على استيعابه بعد كده وعلى تحصيله الدراسي. فلازم يكون معروف لدينا إن العلاقة بين الأسرة والمدرسة علاقة تكاملية، ولازم يكون في تواصل مستمر، ده بيبقى لمصلحة الطفل وتحصيله واستيعابه. أتمنى عام دراسي سعيد لكل أطفالنا وكل أولادنا وبناتنا. وفي النهاية أنا بتوجه بالشكر للدكتور حسام عبد الحميد، استشاري طب الأطفال والأمراض الوراثية بكلية الطب جامعة عين شمس. ألف شكر، وبتمنى لكل أولادنا عام دراسي جيد وصحة جيدة وتحصيل جيد، ويكونوا في أرقى المناصب إن شاء الله. ترجمة